محمد البشير النذير صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الوصلى إلى قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وثم بعد هذا الكلام اختلف العلماء رضي الله عنهم، ما شغالش أصلا، ما في أصلا شغل. ثم بعد هذا الكلام اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في أول واجب على المكلف على سبعة أقوال. الأول منها المعرفة، إذ هي أصل المعارف الدينية وعليها يتفرع كل واجب، وهو قول الشيخ الأشعري إمام أهل السنة الذي بنيت هذه العقيدة على مختاره، يعني على ما اختاره. فالإمام السنوسي بنى عقيدته، يعني أسسها على اختيار أو على قول أو على مذهب إمام أهل السنة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. يبقى القول الأول أن أول واجب على المكلف، وقد اختلف العلماء في تعيين أو تحديد أول واجب على المكلف على سبعة أقوال. فالأول المعرفة، لماذا؟ لأنها هي أصل المعارف الدينية، يعني أي معرفة تنسب إلى الدين أصلها معرفة الله سبحانه وعليها، يعني وعلى أن أول واجب هو المعرفة يتفرع كل واجب، سواء كان واجب أصول أو واجب فروع. الثاني، يعني القول الثاني، النظر الموصل إليها، لأنه واجب بوجوبها، يعني بوجوب المعرفة، وهو قبلها. وهذا قول الأستاذ الإسفرايني. القول الثالث، أول جزء من النظر، لأنه السابق في الوجود على ما بعده، وهو قول القاضي الباقلاني. القول الرابع، القصد إلى النظر الصحيح لتوقف النظر على قصده، يعني على قصد النظر، فالضمير في قصده النظر، يعني لتوقف النظر على قصده، يعني لتوقف النظر على قصد النظر، بمعنى يعني بيشرح معنى القصد، تفريغ القلب عن الشواغل، وهو قول إمام الحرمين ويعزى للقاضي أيضا. القول الخامس، التقليد لسهولته وقرب مأخذه، وهو قول الجماعة المبتدعة كما نقله الشيخ عن ابن العربي في شرحه لذات البراهين، يعني كما نقل الشيخ السنوسي عن مين؟ عن ابن العربي لشرحه أو في شرحه لكتاب ذات البراهين. ذات البراهين اللي هو اسمه أم البراهين،
يعني مرة يقول أم البراهين ومرة يقول إيه ذات البراهين. جعز ابن العربي القول بأنه تعالى يعلم بالتقليد إلى المبتدعة، ونصه في كتابه المتوسط في الاقتصاد في المتوسط في الاعتقاد: اعلموا رحمكم الله تعالى، اعلموا علمكم الله أن هذا العلم المكلف به لا يحصل ضرورة ولا إلهاما ولا يصح فيه التقليد، ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه، وإنما الطريق إليه النظر. ولا يصح أن يقال إنه تعالى يعلم بالتقليد كما قال جماعة من المبتدع. راجع في هذا كتاب شرح أم البراهين بحاشية الشيخ الدسوقي. القول السادس أن أول واجب هو النطق بالشهادتين، وهو قول لبعض أهل السنة. القول السابع الشك، وهو قول أبي هاشم في طائفة من المعتزلة. فهذه هي الأقوال السبعة. الله جل وعلا القائل: وردت هذه الأقوال كلها ولم يبق منها إلا الأول. الأول اللي هو المعرفة، يعني رد أو أبطل أو نقد جميع الأقوال إلا القول الأول الذي هو المعرفة. فكأنه يقول لك الصحيح من هذه السبعة هو القول الأول. وبيان ردها أن الشك في الألوهية كفر تطلب إزالته، فلا يكون مطلوب الحصول. القول السابع اللي هو الشك، هو قول أبي هاشم في طائفة من وهو قول أبي هاشم في طائفة من المعتزلة. أبو هاشم الجبائي اسمه عبد السلام بن محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، قال أن أول واجب هو الشك. فبيقول: وبيان ردها أن الشك في الألوهية كفر تطلب إزالته. كان هو بدأ بإبطال القول الأخير، وهكذا حتى يرجع إلى القول الثاني. وبيان ربها أن الشك في الألوهية كفر تطلب إزالته، فلا يكون مطلب الحصول بالتناقض. وبيان ردها أن الشك في الألوهية كفر تطلب إزالته، فلا يكون مطلوب الحصول للتناقض. يعني كيف يكون الشك واجب، وكيف تكون إزالته واجبة؟ يبقى هنا يصبح الشك واجب وإزالة الشك واجب، وهذا هو التناقض. فلا يكون الشك أول واجب. ولكن بعد تفكير في المسألة، الذين قالوا أو الذي قال هو أبو هاشم الجبائي ومعه طائفة من المعتزلة، ليس المراد بالشك اللي هو التردد بمعنى أنه يتردد. فلا يطلب الشك، يعني مثلا كيف ينظر الإنسان، يعني كيف يعمل نظرة وفكرة حتى يصل إلى إثبات الصانع. لابد أن يضع احتمالات، يعني مثلا زي ما يقولوا إما قديم وإما حادث، إما موجود وإما غير موجود. فإن كان الإله أو الصانع غير موجود، فمعنى هذا أنه لا يوجد العالم. كيف والعالم موجود؟
إذن فلا بد أن يكون خالقه موجودا. طب إذا كان العالم موجودا يبقى إذن الإله موجود، ووجود الإله هل لا بد من وجود المخلوق أو أنه له اختيار في إيجاده؟ فكأنه يضع احتمالات يتردد بينها حتى يقطع بأن أحدها صحيح، زي مسألة افتراضات. هذا هو المطلوب بالشك، يعني كأنه أريد تردد الفكر حتى يصل إلى الإيه؟ إلى المطلوب، وليس المطلوب أن يصل إلى الشك، يعني سيصل إلى النتيجة من خلال التردد الذي هو الشك. فلعل هذا هو المراد، وإلا كيف يكون الشك في العقائد هو المطلوب؟ هذا لا يقول به أحد ولو كان مجنونا، فضلا عن المعتزلة أو عن غيره. فالأمانة العلمية تحتم أن نفسر المراد به بالشك، يعني وضع الأقوال في وضع افتراضي أو ترددي حتى نقطع بأنه المراد كذا. إذن فيكون المعنى صحيحا. نعم. وما يمنع أن الشك في الألوهية لكن الآن بينا أنه ليس المطلوب الشك، ولكن الشك كأنه سلم أو طريق للوصول. يعني مثلا الشيخ محمد مثلا لو لم أشك فيه لا يمكن الوصول إلى يعني وجدنا مثلا قتيلا أو وجدنا شيئا قد اختفى سرق، فنفترض أن اللص أو الذي أخذه أو أن القاتل الذي لم هو فلان، فنشك فيه فيوصلنا الشك إلى أنه هو أو إلى أنه ليس هو. إنما إذا افترضنا أنه معصوم ولا يخطئ ولم نشك فيه وكان هو الذي فعل، فلا يمكن أن نصل إلى الفاعل أبدا. يبقى ما الذي وصلنا؟ توسيع دائرة الشك. وبيان ربها أن الشك في الألوهية كفر تطلب إزالته فلا يكون مطلوب الحصول. هذا إذا حملنا الشك على حقيقته، أما إذا حملناه على أنه مرحلة افتراضية أو مرحلة يعني من باب الاحتمال، هذا يعني طريق إلى النظر، وسيلة. ولعل القائل بهذا يعني يمكن أن يكون استدل على هذا بقصة سيدنا إبراهيم لما وضع هذه الافتراضات في أنه إما أن يكون الإله هو هذا الكوكب، هذا ربي، فلما أفل قال إذا لم يكن هو إذن فالقمر، إذا لم يكن فالشمس. فلما بطلت الاحتمالات كلها وصل إلى إيه؟ إلى الحقيقة. هذا إذا حملنا أن الذي حصل مع سيدنا إبراهيم كان على حقيقته ولم يكن لمجارات قومه حتى يبين، لأنه يعلم من البداية أن الكواكب والقمر والشمس والنجوم لا تصلح أن تكون آلهة، وإنما هو أراد إبطالها لا لنفسه وإنما لقومه. نعم. ولا سيما على أصل صاحبه الألفاس من أن كفر المنعم قبيح لذاته. طيب إذا كان أصل صاحبه، يعني سبحان الله كيف لم يتبين للشارح هذا المعنى؟ إذا كان بيقول من أصول المعتزلة أن كفر المنعم قبيح، فكيف يوجبون الشك فيه؟ إذن هم ما أرادوا الشك على إيه؟ على أصله، وإلا لكان عندهم إيه؟ لكان عندهم شيئا حسنا. نقول لك كفر المنعم قبيح لذاته. نعم. ومن الرد الثاني أن يقال
ولذلك أنا بقول هنا تحت لعلهم أرادوا بالشك ترديد الفكر فيؤولوا إلى النظر. وعلى كل فهذا القول إن أخذ على ظاهره فهو باطل، لا سيما على أصول المعتزلة، إذ الشك إذ ليس الشك مما يحسنه العقل. وبيان الرد الثاني أن يقال إن إنجاب النطق بهما إن كان مع وجود ما يضادر مدلولهما في القلب من شك ونحوه فهو إنجاب للنفاق. يعني كأنه يعني بعض المبتدعة أيضا ومنهم المشبهة والمجسمة الذين يحملون لواء السلف في هذا العصر، فيقول أول واجب هو النطق بالشهادة. يعني مثلا إذا ذهب أحد الناس خاصة من أوروبا أو من الملل أو الديانات الأخرى، إذا ذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عشان من أجل أن يدخل في الإسلام، هل يقولون له أول واجب هو أن تؤدي الصلاة أو أن تدفع الزكاة على الأعوام الماضية، أو هو أن تذهب؟ ماذا يقولون له؟ أول شيء يطلبونه هو إيه؟ النطق بالشهادة. يبقى إذن كأن هذا القائل بأنه أول واجب هو النطق، كأنه فهم هذا المعنى، لأنه إذا لم ينطق بالشهادتين لا يصلح منه أداء أي واجب آخر. فكل شيء في الدين يحصل على المكلف أو يجب بعد النطق بالشهادتين وليس قبلهما. يعني لا يجب عليه شيء قبل النطق بالشهادتين. هل يقدم عليهما شيء؟ ها؟ وانت عارف في قاعدة تقول الإسلام يجب ما قبله. يعني لو أنه نطق بالشهادتين خلاص، إذن أصبح انهدمت كل الأشياء قبل ذلك، كأنه ولد من جديد. إلا شيء واحد لا يجبه، غسل الجنابة. يا لو أنه نطق بالشهادتين وكان على جنابة يجب عليه الاغتسال. طب قبلهما ولا بعدهما؟ وهو أول ما يجي ينطق بالإسلام والروح اذهب فاغتسل، ربما يكون على إيه؟ على جنابة. يبقى إذن أول واجب هو الغسل من الجنابة وليس هو النطق، لأنه لو كان النطق لقدمه على الإيه؟ على الغسل. بس هذا في من افترض أنه ليس جنبا، فكيف نجعل الله أول واجب هو إيه؟ الغسل. يبقى إذن لو أنه أسلم أو نطق بالشهادتين الإسلام يجب ما قبله، إلا بعض أمور منها إيه؟ الغسل من الجنابة. يبقى إذن يرد هنا هذا القول. ها بما رده؟ قال إن إيجاب النطق بهما، يعني لو أن النطق بالشهادتين هو أول واجب، طيب هيحتمل أمران، إما مع وجود ما يضادد مدلولهما في القلب من شك. يعني يقول لك الشرع أن تنطق بالشهادتين هو أول واجب، لكن هل في القلب شك أو كفر؟ فلو كان في القلب شك أو كفر أو إصرار على عقيدة معينة لا يدخل الإنسان بالشهادتين في الإسلام حتى لو نطق بهما، لأنه يجب أن يكون النطق معبرا عن إيه؟ أو دالا على التصديق القلبي. فإذا لم يكن كذلك إذن فلا تدخل بالنطق بهما في الإسلام إلا ظاهرا، أما في الباطن فأنت كافر. وهذا هو النفاق، أنه يبطن
الكفر ويظهر الإسلام، لكنه أي المنافق هل دخل في الإسلام حقيقة؟ لا. هل دخل بالنطق بالشهادتين في الإسلام وهو يصر أو يعتقد خلاف ذلك؟ يعني مثلا لو جاءنا رجل من النصارى وجاء إلى الأزهر الشريف وقال أريد أن أدخل في الإسلام وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله، أنا ليس عندي مانع منها، أشهد بالشهادتين مع الاحتفاظ بعقيدة القديمة، هل هذا ينفع؟ يبقى إذا النطق بالشهادتين مع التبري مما يضاد ومما يخالف ذلك من عقائد، يبقى إذن كيف يكون النطق بالشهادتين واجبا والإنسان يعتقد ضد ذلك؟ طب وإذا كان بعد تفريغ القلب من ذلك، يعني من الشك والنفاق والزيغ، فأول الواجبات هو الجزم بما في القلب بعد تفريغه لا نفس النطق، وهذا إبطال للقول الثاني على احتمالين. يعني يقول لك لو وجب مع وجود المخالف يبقى نفاق، وإن وجب بعد تفريغ القلب من العقائد المخالفة فليس إذن أول واجب هو النطق، وإنما أول واجب هو تفريغ القلب مما يخالف، إذن فلا يصلح القول الثاني. وبيان رد ثالث يقال إن المعرفة الواجبة لا تحصل بالتقليد لأنه ليس معرفة ولا علما. يعني الثالث ما هو؟ ها؟ التقليد اللي هو الخامس، يعني التقليد يعني لا يحصل لا يحصل عندك قلق. ليه؟ انه عندما رد بيقول لك رد الثاني، ليس الثاني الاول الثاني الثالث، لا، يعني اعكس، يعني هنجعل الاول هو السابع في الرد والثاني هو السادس، خلاص كده، والثالث هو الخامس، يعني عكس. يعني وبيان رد الثاني أي الثالث أي الخامس، أن يقال إن المعرفة الواجبة لا تحصل بالتقليد. يعني هل التقليد يوصل إلى المعرفة؟ لا، لأنه ليس معرفة ولا علما، فلا يؤدي إلى المعرفة، فلا يكون التقليد واجبا. نعم. وبيان الرد الرابع أن يقال لا يختص القصد بالواجبات، إذ كل متوجه إليه لا بد من التفرغ له من الشواغل العائقة عنه. وبيان الرد الرابع اللي هو اللي هو في الترتيب هناك اللي هو الرابع، يبقى الرابع هنا على وجهه، خلاص، يبقى إن الزمان قد استدار، فكان الثاني هو الخامس والسابع هو الأول، حاجة عجيبة، ثم رجعت الأمور إلى طبيعته. وبيان رد الرابع الذي هو الرابع بيقول أول واجب هو ليس هو النظر، إنما هو القصد إلى النظر. طب كيف رد؟ قال لا يختص القصد بالواجبات، يعني لو كان النظر واجب والذي يوصلك إليه هو أن تقصده، فيكون قصد النظر واجبا لأن النظر واجب ولا يتم إلا إذا قصدته، فيكون الوسيلة إلى الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو لكن نقول له القصد ليس مختصا بالواجب، فكل ما تتوجه إليه
حتى ولو لم يكن واجبا فأنت تقصده، فإذا فالقصد ليس مختصا بالإيه؟ بالواجبات حتى يصير واجبا. يعني لو كان القصد إلى الواجب واجب، نعم، إنما القصد هو التوجه لأي شيء تتوجه إليه أو تقصده، يبقى أنت قاصد له سواء كان واجبا أو لم يكن واجبا، فكيف نجعل القصد واجبا؟ إذن فلا يصح هذا القول، أن كل متوجه إليه لا بد من التفرغ له من الشواغل العائقة عنه. وبيان رد له الخامس الذي هو هنا، رجعت له الأمور تاني. وبيان رد الخامس أن يقال إن الجزء لا يستقيم للمفهومية. هنا بيقول الثالث أول جزء من النظر. طب كيف نجعل الجزء واجبا وهو لا يوجد إلا في ضمن الكل؟ عاوز أقول لك الجزء لا يستقل بالمفهومية. يعني مثلا لما أقول أنا يجب علينا صيام يوم معين نذرناه لله تعالى، فهل ترى، ألا ترى أن صيام نصف يوم أو ثلثة لا يصح؟ يعني لو كان يجوز أن يستقل الجزء بالمفهومية لصح صيام ثلث اليوم أو ربعه أو نصفه أو الثلثين، إذن لا يصلح. يبقى الجزء يعني ما ينفعش نجزئ اليوم مثلا إلى أجزاء، لا يصح. ولا يصح أن نجزئ مثلا نصلي ركعة وبعدين، يعني مثلا أنا صليت ركعة من الظهر ركعة واحدة ثم نقض الوضوء أو حدث شيء جعلني أقطع أو أخرج من الصلاة، إذن هل يجب علي قضاء الظهر أربعا ولا يجب أن أقضي ثلاث ركعات؟ أنا صليت ركعة حتى لو كنت في الركعة الأخيرة وبطلت الصلاة في آخر ركعة، فهل يجب علي أداء واحدة ولا أداء الكل؟ يبقى إذن الجزء لا يستقل بالمفهومية، لا يصلح. كان بعض الأعراب يفهم هذا أن الجزء يستقل بالمفهوم، فأخبروا أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، لو صام يوم عاشوراء يكفر ذنوبه السنة، فأصابه التعب وأصابه الإعياء فأفطر قبل صلاة العصر قبل أن يأتي وقت الإفطار، فقالوا له ألم تعلم أنه يكفر ذنوب سنة؟ قال يكفيني ستة أشهر. أنه فهم أن الجزء يستقل به، يعني ظن أنه نصف اليوم هو رجل لم يفعل ذنوب عام وإنما أشهر يكفي. ها؟ كذلك معرفة أول جزء. ليه؟ لأنه لا يستقل، لأنه مرتبط بغيره. وبيان رد السادس، وبيان رد السادس أن يقال السادس اللي هو الثاني، هذا النظر لا يخلو إما أن يكون هو أول الواجبات مع قطع النظر عن النية الصحيحة أو لا، والثاني باطل. يعني بيقول النظر، يعني إذا قلنا إن أول واجب هو إيه؟ ها؟ هو إيه؟ النظر. هذا لا يخلو إما أن يكون، يعني في احتمالين، أن يكون هو أول واجب مع قطع النظر عن النية الصحيحة، أو لا، يعني مع وجود النية الصحيحة، يعني لا نقطع النظر عنها. والثاني باطل، الثاني اللي هو ايه؟ ها؟ بيقول لك مع قطع النظر او لا، يعني ايه؟ مع عدم قطعه، هذا باطل. والمقدم
في البطلان مثله. هذا بعض اللي هو ايه؟ اللي هو التالي، والقضية شرطية، يبقى إذا بطل التالي بطل لبطلان المقدم لتداخله مع الأول، لأن النية هي القصد، ولم يصح على هذا إلا الأول وهو المعرفة، وهذا هو القول المشهور لقوله، يعني الدليل هنا ليس التعليل لأنه للشهرة، وإنما التعليل لأولية هذا الواجب، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب أي واحد يقول لك أول واجب هو العبادة، والعبادة يعني هي إيه؟ الطاعة والتذلل والقرب إلى، يعني العبادة معناها إيه؟ منتهى الخضوع لمن تعبد والتذلل واللجوء إليه. العبادة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي، حتى فرق أهل العلم بين العبادة. الشيخ زكريا الأنصاري فرق بين العبادة، وفرق بين القربة، وفرق بين الطاعة. يعني مثلا نجيب مثال الصلاة، من حيث إنها فيها خضوع وتذلل اسمها إيه؟ عبادة. طب ومن حيث إنها امتثال للأمر فهي طاعة. يبقى العبادة لها معنى والطاعة لها معنى. فالصلاة طاعة وعبادة، طاعة لأنها امتثال للأمر وأقيموا الصلاة، يبقى أنا في هذه الحالة أطعت، امتثلت الأمر، فهذه طاعة، وبتحقق التذلل والخضوع فيها فإنها إيه؟ عبادة. إذن عرفنا في ومن حيث إنها يتقرب بها إلى المعبود لننال رضاه ولننال محبته، فالصلاة قربة. يبقى الصلاة فيها قربة وفيها عبادة وفيها طاعة. طب عاوزين حاجة قربة فقط مش عبادة، قربة وليست عبادة، تكون قربة وطاعة، زي ايه؟ زي العتق. يعني عندما يكون عندي مملوك وأعتقه لوجه الله، هذه عبادة ولا قربة؟ قربة. شفت كده؟ ليس فيها عبادة وفي نفس الوقت طاعة. طب عاوزين حاجة فيها ايه؟ قربة وعبادة وطاعة، جبنا ايه؟ الصلاة. عاوزين قربة وطاعة فقط للايه؟ العتق. طب عاوزين ايه؟ عاوزين شيء طاعة فقط، ما فيهوش قربة ولا فيهوش عبادة، النظر، لأنه لا يصح أن نجعله عبادة، أن العبادة لا تكون إلا بعد الإيه؟ المعرفة. إذن فالنظر الموصل إلى المعرفة يكون إيه؟ يكون طاعة، ولا يسمى إيه؟ عبادة، ولا يسمى قربة. يبقى العبادة تتوقف على إيه؟ على المعرفة. خلاص؟ والشيخ الأنصاري الشيخ زكريا فرق بين الثلاثة تفريقا دقيقا. طب عندما مثلا نذهب إلى زيارة مثلا سيدنا الحسين أو سيدنا السيدة زينب أو إلى الأولياء، سيد ابن الله الله السكندري، سيدنا الإمام الشافعي إلى غيره، نتبرك أو نتوسل، فهل هذه عبادة؟ ليست عبادة، لا لغة ولا شرعا. فالذي يسميها عبادة جاهل. ثم يأتي لك بقوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. أين هي العبادة؟ لم تحدث لا في اللغة ولا في الاصطلاح. هل التوسل فيه عبادة للمتوسل به؟ حتى نستدل على ذلك بقولنا
في تحريم التوسل بقوله تعالى ما نعبدهم، هذا الضلال وهذا تكفير للأمة. من الذي قال إن التوسل فيه عبادة للمتوسل به؟ من الذي قال؟ تفضل. لقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ليعبدون. يبقى هذا معتمد على مين؟ تفسير سيدنا ابن عباس، رواه المفسرون عن مجاهد، ومجاهد تلميذ مين؟ سيدنا ابن عباس، وهذا موجود في تفسير البغوي والقرطبي وفي معظم التفاسير لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إيه؟ ليعرفون. قال المصنف رحمه الله فهذه جمل يخرج المكلف بفهمها من التقليد المختلف في إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على إيمان صاحبه. يعني إذن هذه كما قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه جمل يخرج المكلف بفهمها من التقليد المختلف في إيمان صاحبه إلى إلى النظر الصحيح المجمع. يبقى الخلاف أين يكون؟ في التقليد. أما النظر الصحيح هذا مجمع على إيمان صاحبه. يبقى إذن عندنا في القسمة كم حاجة؟ كم في القسمة موجود عندنا؟ عندنا تقليد وعندنا نظر صحيح ويقابله نظر غير صحيح. القسمة عندنا فيها كم؟ ثلاثة. لكن إذا فصلنا حنجدها كم؟ خمسة أو حنجدها ستة، لأنه النظر غير الصحيح حيأتي فيه الجهل المركب. خلاص. يبقى إذن هما ثلاثة، فالنظر يا إما صحيح يا إما غير صحيح. النظر المطابق النظر الجازم المطابق للواقع عن دليل ده هو ده العلم، هو الاعتقاد الصحيح يعني. وبعد كده يكون عندك ثلاث أشياء: ظن، شك، وهم. وبعدين يكون عندك تقليد، هذه أربعة. والنظر الصحيح اللي هو الاعتقاد الجازم اللي هو اليقين، هذه هي الأقسام الخمسة. المجمع المتفق على إيمان صاحبه أي صاحب النظر الصحيح، ولا خلاف في ذلك بين أئمة المسلمين. فإن قلت هل تفتقر معرفة الله إلى نية؟ فالجواب كما قاله البرهان اللقاني عن بعضهم أن معرفة الله لا تفتقر لنية بل لا يمكن توقيفها عليها. يعني هنا بيقول لك المعرفة، سؤال هنا مهم. فإن قلت هل تفتقر معرفة الله إلى نية؟ لماذا لا تفتقر إلى نية؟ لأنها ليست عبادة. لأنها لو كانت عبادة يبقى المعرفة هنا طاعة، تمام كده؟ طاعة، لكن ليست عبادة، لأن العبادة تفتقر إلى نية. طيب ولو كانت مفتقرة إلى نية لكانت النية قبلها، اللي هي هتتوقف على على النية. وكيف تكون النية قبل المعرفة؟ فلأجل هذا يقول كما قال البرهان اللقاني إن معرفة الله لا تفتقر إلى نية بل لا يمكن توقيفها عليها، لأن النية قصد المنوي وإنما يقصد العاقل ما يعرف، وإلى الآن لم يعرف، فكيف ينوي المعرفة؟
فالنية معناها قصد المنوي، وهي متوقفة على معرفته، وهو يقصد المعرفة وهو لم يعرف، إذن فلا يصح النية قبلها، لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد العالم ما يعرف. فلو كانت المعرفة متوقفة على نية، إيه اللي هيحصل؟ يلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة، وهو محال، هيبقى تحصيل حاصل. ولأجل هذا لا تتوقف المعرفة على نية، إنما الذي يتوقف على النية هو الإيه؟ هو العبادة. إذن فالمعرفة طاعة، ولا نقول هي عبادة، ولا نقول هي قربة، زي مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ العتق. العتق فيه قربة ولكن وفيه طاعة، ولكن ليس فيه إيه؟ عبادة، العبادة فيها التذلل. ورده بعضهم بما حصل أنه إن كان المراد بها الحالة من النظر في التأييد فلا، لأن كل ذي عقل يشعر بأن له من يدبره، فإذا أخذ بالنظر في التأييد يتحقق لم تكن النية حينئذ محالة. يعني هو يريد أن يرد أن المعرفة تفتقر إلى نية، لأن هذا محال، لأنه يلزم عليه أن يكون عارفا قبل أن يعرف، وهو محال. وبعضهم رد هذا الاعتراض وقال إذا كان المراد بها الحالة من النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر بأن له من يدبره. يعني عاوز يقول شعوره بأن له خالق وله مدبر هذا معروف، فإذا كان هذا معروف عند العاقل قبل النظر في الدليل، إذن فلا مانع أن يقصده، يعني أن ينويه. فإذا أخذ في النظر في الدليل ليتحققه لم تكن النية يعني قبل المعرفة حينئذ محالة، وإنما تكون ليست من المحال. لكن هذا مفسر بماذا؟ لأنه إذا كان المراد بها الحالة من النظر، يعني ما المراد بالمعرفة؟ الحالة من النظر ولا المعرفة اللي هي المطلوبة شرعا؟ المطلوبة شرعا لا يصح أن تتوقف على نية، لأنه حيكون عارف قبل أن يعرف. وإنما إذا فسرنا المعرفة يعني عندما ينظر كده أصبح عارف، يعني عارف يعني عنده الأهلية لأن يعرف، فيصبح نية المعرفة قبل المعرفة ليست محالة، لأنه ليست المعرفة التي نتكلم عنها، إنما هي الحالة من الدليل. نعم. قال المصنف رحمه الله وذلك بأن تعلم أولا أن الحكم العقلي منحصر في ثلاثة أقسام. قوله وذلك أي معرفة الجمل التي يخرج المكلف بفهمها إن شاء الله تعالى من التقييد المختلف في إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على إيمان صاحبه. بأن حرف مصدري وناصب، والجار يتعلق بالكون. بأن حرف مصدري وناصب، لو أن، بأن تعلم ينصب الفعل المضارع، والجار يتعلق بكون، فين الجار؟ وذلك بأن، بأن الباء، تعلم يعني تعرف وتجزم وتتيقن، وعبر بتعلم ولم يعبر بتعرف، لكون متعلق العلم هنا مركبا لا مفردا. يعني اللي بيتعلق بالعلم غير اللي بيتعلق بالمعرفة، اللي بيتعلق بالمعرفة بسيط، أما اللي يتعلق بالعلم مركب. فتقول مثلا عرفت أباك، ولذلك قال القرآن في لما قال يعرفونه كما يعرفونه، أو عرفت ابنك، ده بسيط. إنما لم يقل تعالى
الذين آتيناهم الكتاب يعلمون، وإنما قال يعرفون، لأنها تعلقت وتنصب مفعول واحد، تقول كذا عرفت أباك وعلمته صالحا. علمته الضمير المفعول الأول، صالحا المفعول الثاني. ولهذا جاء قوله تعالى يعرفونه، يعرفونه يعني يعرفون محمدا فقط. إنما العلم قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بهم، فإن علمتموهن مؤمنات، ولم يقل فإن عرفتموهن. يبقى العلم ينصب مفعولين، إنما المعرفة مفعول واحد. يعني عشان هنا إيه المتعلق، العلم مركب، يعني تعلم كذا كذا أشياء فيها تركيب، فلا ينبغي أو لا يصح أن يقول بأن تعرف، وإنما قال بأن تعلم. بكون متعلق العلم هنا مركبا لا مفردا، وهو المهم بانحصار الحكم في الأقسام الثلاثة. يعني لما قال لك أن تعلم الحكم العقلي ركبه كذا كذا أقسام ثلاثة، الواجب والجائز والإيه المستحيل. يبقى ما ينفعش يقول أن إيه أن تعرف، وإنما يقول إيه أن تعلم. والمعرفة متعلقها مفرد، تقول عرفت الله، عرفت زيدا، ولا تقول علمت الله، ولا تقول علمت زيدا مثلا في ذات. ولهذا يقول النحويون إن علم إذا كانت بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد. يعني ممكن تأتي كلمة علم أو يأتي العلم بمعنى المعرفة فتعدى إلى مفعول واحد. وإن كانت على بابها اللي هي علم تعدت إلى مفعولين، تقول علمت زيدا راكبا، علمت زيدا قائما، وهما مفعولان، أحدهما محكوم عليه وهو زيد، والآخر محكوم به وهو الركوب أو القيام، وهذا تركيب من المحكوم به والمحكوم عليه والنسبة التي بينهما، وإدراك طرفي النسبة هو الحكم عند الإمام. والمقصود بالإمام مين هنا؟ الرازي، مع تصور الطرفين وهما المحكوم به والمحكوم عليه. يبقى إذن في فرق بين العلم وبين المعرفة. قلنا من ذلك أن المعرفة متعلقها مفرد، والعلم مركب، ده من الفروق، وما فروق كثيرة. في فرق ثاني، أن المعرفة تتعلق بالذوات، والعلم يتعلق بالهيئات. زي ما يقول عرفت أباك، عرفت زيدا، عرفت عليا، أعرف فلانا. أما العلم يتعلق بالأحوال، بالهيئات. المعرفة تتعلق به بالذات أو بالذوات، والعلم بالأحوال. خلاص كده؟ يبقى العلم يتعلق بالأحوال أو بالهيئات، والمعرفة بالذوات. طيب، المعرفة تستدعي سبق جهل، أما العلم لا. ولهذا يوصف الحق بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، فتقول الله عالم ولا تقول عارف، لأنه المعرفة تستدعي سبق. ده من الفروق. ولذلك تجد في البلاغة النبوية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين العلم وبين المعرفة، وقعت المغايرة بين التعبير بالمعرفة والعلم في خطبة النبي، في خطبة نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم بتغاير متعلقهما، حيث قال ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه، وعرف عدوه فعصاه، وعلم دار إقامته فأصلحها.
وعلم سرعة رحلته فتزود لها. يبقى هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين متعلق العلم وبين متعلق الايه؟ كيف فرق؟ بأنه جعل متعلق المعرفة مفرد والعلم ايه؟ مركبا. وهناك فروق كثيرة إذا أردت أن يعني تفرق بين العلم والمعرفة. وهناك من قال إنهما مترادفان يعني واحد. وسيبك من الفروق ليه؟ لأنه تأتي يعني أظن والله أعلم أن الذي قال هما مترادفان نظر إلى الاستعمال، فيجوز أن نستعمل العلم ونريد به المعرفة، أو المعرفة ونريد بها، فهنا يكون إيه؟ يكون الترادف. لأنه بيقول لك إيه؟ إذا كانت علم بمعنى عرف، مش كده؟ فيجوز هذا. نعم. فلفظ الرب في كلامه مفرد وكذا العدو. شوف كده، عبد عرف ربه، تعلقت الايه؟ المعرفة بمفرد، وعرف عدوه تعلقت به. أما لما جاء في العلم تعلق وعلم دار إقامته فأصلح، هنا في تركيب، وعلم سرعة رحلته فتزود لها. يبقى جعل ما هو مفرد فين؟ في المعرفة، وما هو مركب فين؟ في العلم. لكن عند الاستعمال، إذا استعملت كلمة العلم وأردت بها المعرفة، هنا يصح قول من قال إنهما مترادفان، يعني العلم هو المعرفة والمعرفة هي الإيه؟ هي العلم. فلفظ الرب في كلامه مفرد وكذا العدو، وعبر عما تعلق بهما بالمعرفة، وحكم على الآخرة بأنها دار إقامة، وحكم على رحلته من الدنيا إلى الآخرة بالسرعة، وعبر عما تعلق بالحكم الذي هو مرتب بالعلم، وحقيقة العلم الحادث، وعبارة عن حصول صورة الشيء في العقل. يعني العلم هنا الحادث، شو كده؟ إذن لا يريد أن يعرف العلم الإلهي، وإنما العلم المطلوب منك عندما قال لك اعلم وأنت إنسان مخلوق، يعني يريد لك أن يقول اعلم العلم الحادث، لأنه لا يمكن لك أن تعلم العلم الإيه؟ القديم. فما هي حقيقة العلم؟ والمراد به العلم الإيه؟ الحادث. العلم الحادث له ينقسم إلى تصور وإلى إيه؟ كما قال الشيخ في المنطق أنواع العلم، مش كده؟ إدراكه مفرد، تصور علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. يبقى في تصور وتصديق اللي هم إيه؟ أقسام العلم الحادث. أما العلم الإلهي العلم القديم لا يقال فيه تصور ولا يقال فيه تصديق. حقيقة العلم الحادث هو عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل. فهل يمكن أن نعرف العلم القديم بأنه حصول صورة الشيء في العقل؟ لا يمكن، أو في الذهن. وهو أي العلم الحادث على قسمين، تصور وإيه؟ ما هو التصور؟ إدراك لماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات. يعني عندما تدرك أي تفهم أي تتعقل الماهية من غير حكم، هذا هو التصور. يعني عندما أقول لك شجرة وأنت تتعقل أو تدرك معنى شجرة أو إنسان أو غراب أو حيوان، سواء باللغة العربية أو بلغة أخرى، كل هذا يسمى تصور، لأنك لم تحكم بنفي الشجرة ولا بإثباتها. العالم، الملائكة، الجن، أي إدراك لأي مفرد من المفردات يسمى إيه؟ تصور، لأنه ليس هناك حكم. والتصور مع إدراك النسبة، يعني إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوع، هذا هو إيه؟ التصديق. وتصديق، فالتصور إدراك لماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات، كتصورنا لمعنى العالم أنه كل موجود سوى الله. والتصديق إدراك الماهية
ما حكمك عليها بالنفي أو الإثبات كحكمنا على العالم بأنه حادث وصانعه قديم لا أول له ولا آخر. ولما يبقى فهمنا التصور فهمنا إيه التصديق. ولما كانت مباحث علم الكلام تتوقف وتدور على هذه القواعد الثلاثة وهي الوجوب والاستحالة والجواز سبقها في الذكر سبقها عليها في الذكر يعني قدمها سبقها يعني قدمها وذلك بأن تعلم الحكم العقلي منحصر في ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز وعلى هذه الثلاثة مدار علم الكلام. يعني من غير أن تعرف الأقسام الثلاثة لن تعرف شيئا في علم الكلام. هي ذي الأساس معرفة الأقسام الثلاثة. تعلم يراد بها هنا إيه؟ ها؟ يراد بها تعرف وتجزم وتتقن. والعلم والمعرفة هنا يعني سواء. وعبر بها تعلم خلاص انتهينا بإيه؟ وكذلك بأن تعلم أولا وأصل أول على الأصح أو كلمة أول أصلها في الإيه في الصرف على وزن أول أفعل. طيب هي كم أو أفعل أو كم حرف كده أربعة فقلبت الهمزة الثانية أو فقلبت الهمزة الثانية اللي بعد الواو واو قلبت الهمزة الثانية واو يبقى أصبحت إيه أو يعني أو وين فحصل إيه دلوقتي عندنا أو ال يبقى أو و أو و يعني في واو واو تاني فقلبت الهمزة الثانية واو فاجتمع إيه واوين فأدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين وذلك أو و وذلك الواو مشددة لأنها إيه عبارة عن همزة وواو والهمزة قلبت واو وأدغمت الواو في الواو. وكثير هذا في علم الصرف وعلم الصرف ده مهم جدا يعني أظن أنكم لا تفهمون النحو فينبغي أن تعرف الصرف أولا وهو المدخل إلى النحو. الصرف مهم يعني مثلا قال أصلها إيه قاوالا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا مباشرة أي واو تبقى قبلها فتحة وهي متحركة تقلب ألف على القالة بدل ما نقول قولة. طيب يقول أصلها إيه يقول ما قولة يقول هنرجحها إلى الأصل فيحدث أيضا فيها إيه فالصرف ده يسهل عليك علم إيه النحو. وأسهل كتاب ممكن تدرسه بكل بساطة وسهولة هو اسمه إيه عنوان الظرف في فن الصرف صغير أسهل من كتاب إيه شذ العرف في فن الإيه أو في علم الصرف سهل الصرف سهل. والآن الصرف متيسر بعض الناس يروح يتعلم في عند الصرافة والعز أتعلم الصرف هيعلمك على الماكينة تسحب. وله استعمالان أحدهما أن يكون اسما بمعنى قبل اللي هو إيه أول لها استعمالان أعلم أو أولا إما تكون اسم بمعنى قبل يعني اعلم أولا يعني إيه معنى اعلم أولا يعني اعلم قبل أن
اعلم اولا، يعني اعلم قبل ان تعلم غير هذا الامر، فهو اول امر ينبغي عليك ان تعلمه. يبقى اولا بمعنى قبل او بمعنى سابق. فاذا كانت اسم بمعنى ايه؟ ها؟ قبل او اعلم، اعلم قبلا او اعلم سابقا، فيكون منصرفا منونا. يعني تقول كذا أول آخر، أولا آخرا. ليه؟ لأنها بمعنى قبل وبمعنى إيه؟ سابق. تقول كذا إيه؟ أولا وآخرا. يبقى هنا معناها إيه؟ أولا يعني قبلا، وآخرا يعني بعدا. فتكون إيه؟ منصرفة وإيه؟ ومنونة. والثاني أن يكون صفة، فيكون أفعل تفضيل معناه الأسبق، فيكون غير منصرف للوصف ووزن الفعل. قال العلامة سيدي خالد رحمه الله تعالى، الشيخ خالد من الأزهري. يبقى إذا كانت أولا اسم بمعنى قبل أو بمعنى سابق تنصرف، ليست ممنوعة من الصرف. أما إذا كانت بمعنى أفعل التفضيل، يعني أولا يعني أسبق مش سابق، أسبق، فحتكون إيه؟ صفة، فتمنع من الصرف لسببين: العلمية والإيه؟ الوصفية. الوصفية ووزن الفعل. أن بفتح الهمزة وفتح النون المشددة والتحقيق مضمون الجملة، وهي حرف مصدري تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر. وأكد الحكم بأن نفيا لما قد يتوهم من عدم انحصاره فيما ذكر، أو تنزيلا للمخاطب منزلة الشك في الانحصار، فأكده على سبيل الاستحسان من غير وجوب، أو تنزيلا له منزلة المنكر لهذا الانحصار فأكده على سبيل الوجوب. فإن قلت لأي شيء، قال أن بالفتح دون العكس، يعني لم يقل إن، إن إيه؟ إن الحكم، إنما قال أن. يعني السؤال هنا مهم، يجي واحد يسألك في امتحان الشفوي يقول لك قال الشيخ السنوسي اعلم أولا أن الحكمة، لماذا فتح الهمزة؟ لماذا لم يقل اعلم إن؟ يعني إيه سبب فتح الهمزة دون الكسر؟ الجواب لأن إن المكسورة إنما تكون في صدر الكلام بخلاف المفتوحة. يبقى متى تكسر همزة إن؟ إذا وقعت في صدر الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتح إنا، فما ينفعش تقول بسم الله الرحمن الرحيم أن، فلازم في أول الكلام تكسر على طول قولا واحدا. شوف كده. أما إذا وقعت ليس في أول الكلام، هنا ممكن الكسر ممكن الفتح. وذلك فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا بالكسر، ده قراءة السبع. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن، يبقى تنفع الفتح وينفع ليه، لكن في أول الكلام لا يصح إلا إيه؟ إلا الكسر. واضح؟ ده. يبقى هنا بخلاف المفتوح، فلما كانت هنا واقعة بعد العلم قرأت بالفتح. ولذلك تيجي حتى يجيب لك مثال على كده من القرآن في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، نكمل، أن الله يبشر، مش إن، أن الله. ليه؟ لأنها لم تقع في إيه؟ في أول الكلام أو في صدر الكلام. فأول ما يسألك متى تفتح همزة إن ومتى تكسر، أنت تقول لا أدري. فيقول لك الأستاذ لا دريت ولا تليت، قم روح. يبقى لا تقول لا، سهل الجواب. في أول الكلام تكسر، وما عدا ذلك يجوز.
الحكم مفرد ايه احكام. خلينا ايه هنقف على الحكم ونكتفي بهذا. اللهم صل.